بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما زال حديثنا موصولا مع سورة الأحزاب ومع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير ناظرين أو منتظرين إلى وقت استوائه ونضجه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لزيارته ولأكل الطعام في بيته فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. معنى الآية الكريمة: يا أيها المؤمنون إذا دعاكم النبي صلى الله عليه وسلم لطعام في بيته فلكم أن تذهبوا إليه وأن تلبوا دعوته، وفي هذه الحالة عليكم أن تذهبوا إليه في الوقت الذي أعد الطعام للأكل، ولكن لا تذهبوا قبل إيه؟ قبل إعداد الطعام للأكل. يعني موعد الوليمة الساعة 7، ما تذهبوش الساعة 6 وتنتظروا ساعة كاملة إلى أن ينضج الطعام، لا، ذهابكم يكون إلى بيته صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يكون الطعام قد أعد فعلا. يبقى في هذه الحالة لكم، وأباح الله لكم ذلك، لكن ينهاكم الله عز وجل من أدب الإسلام ألا تذهب إلى الوليمة إلا عند إعداد الطعام، لكن لا تذهب قبل ذلك لأن المضيف قد يؤذيه ذلك. الأمر الثاني: إذا ما طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. ده النهي الثاني. النهي الثاني عن البقاء بعد الأكل في إيه؟ في البيت الذي دعيت إليه. أدي معنى قوله تعالى: إذا دعيتم، ولكن إذا دعيتم لحضور طعام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، فإذا ما انتهيتم من طعامكم فتفرقوا ولا تمكثوا في البيت مستأنسين لحديث بعضكم مع بعض، أو لحديثكم مع أهل البيت. يبقى كلمة مستأنسين دي مأخوذة من إيه يا أخوان؟ من الأنس، إنك تجلس مع صاحبك وتتحدث في أمور متعددة، هو يضحك وأنت تضحك وتأتي بكلام، هذا الكلام فيه لون من إيه؟ من التسلية. أدي معنى ولا مستأنسين لحديث. فقوله تعالى مستأنسين مأخوذ من إيه يا أخوان؟ من الأنس، بمعنى السرور والارتياح للشيء. وأطلق سبحانه نفي الاستئناس للحديث من غير بيان صاحب الحديث لما؟ للإشعار بأن المكث بعد الطعام غير مرغوب فيه على الإطلاق،
ما دام ليس هناك من حاجة إلى هذا المكث، وهذا أدب عام لجميع المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. إذن نأخذ من هذه الآية الكريمة ثلاث أمور. الأمر الأول بأنه لا مانع بالنسبة للإنسان إذا ما دعي لمأدبة من المآدب أو لوليمة من الولائم التي أحلها الله سبحانه وتعالى وليس فيها شيء فيه شبهات، لا مانع، بل من المستحب من دعي فليجب. مش فيه حكمة بتقول كده؟ من دعي فليجب، وده اللي تبينه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. أذن لك، يبقى في هذه الحالة لبي الدعوة. الأمر الثاني من الأدب الإسلامي الذي أشار إليه القرآن الكريم أنك تذهب إلى وقت الأكل ولا تذهب قبل وقت إعداد الأكل، لأن القرآن الكريم: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذنكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني نضجه، لا، اذهبوا في الوقت اللي يكون نضج فيه الطعام وأعدت المائدة للأكل. الأمر الثالث: إذا ما أكلتم وطعمتم فلا تمكثوا في البيت الذي دعيتم إليه، وده معنى قوله تعالى: ولكن إذا دعيتم إلا أن إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ده الأمر الثالث. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. ولذلك بين لنا القرآن الكريم، أطلق سبحانه نفي الاستئناس للحديث، يعني أن نهى الله سبحانه وتعالى عن جلوس الذين أكلوا بعد أن أكلوا، نهاهم الله عن البقاء في مجلس المضيف إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى إلى ذلك. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، من أجل أن يكلم بعضكم بعضا. يبقى كام نهي يا أخوانا؟ ثلاثة. النهي الأول: الدخول بدون إذن. النهي الثاني: لا تذهب إلى المأدبة قبل إعداد الطعام. النهي الثالث: لا تجلس بعد الأكل لتتحدث مع غيرك دون حاجة إلى ذلك، لأن ذلك كان يؤذي أو المضيف. ولذلك قال القرآن الكريم: إن ذلكم، ذلكم اسم الإشارة، ده يعود إلى يا أخوانا؟ إن ذلكم، وهو الانتظار قبل الطعام ما ينضج، والانتظار بعد الأكل تتحدث مع غيرك، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. بقسم الإشارة هنا يعود إلى الانتظار قبل قبل إعداد الطعام، والاستئناس للحديث، والدخول بغير إذن. إن ذلكم المذكور كان يؤذي النبي ويدخل الحزن على قلبه. لما؟ لأنه يتنافى مع الأدب الإسلامي الحكيم. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يستحي أن يصرح لكم بذلك لسمو خلقه. قلنا في سبب النزول بأنه بعد أن أعد الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته الوليمة وأكلوا، انصرف عدد كبير، بقي كام واحد؟ ثلاثة.
أهو وجود التلاتة دول، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. يعني استحى الرسول أن يقول للتلاتة دول اللي قاعد يتكلموا مع بعض بعد الأكل اتفضلوا بقى، استحى الرسول صلى الله عليه وسلم وتركهم يتكلمون وهو يريد أن يدخل بيته. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، يعني كان يستحي أن يقول لكم كلاما تدركون منه أنه يريد إيه؟ الانصراف. وقوله تعالى والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. إيه معنى هذه الجملة يا أخوان؟ والله لا يستحي من الحق معناها إيه؟ يعني الله عز وجل لا يستحي من أن يظهر ما هو إيه؟ حق. يبقى فيه كلام محذوف، وتقدير الكلام أو معنى الجملة الكريمة، معنى قوله تعالى والله لا يستحي من الحق، أي والله عز وجل لا يستحي من إظهار الحق، من إظهار الحق. يبقى الكلام على حذف إيه يا أخوانا؟ على حذف مضاف. والله لا يستحي من الحق، أي لا يستحي من إظهار الحق ومن بيان الحق، بل من شأنه سبحانه أن يقول الحق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يبقى الآية الكريمة إلى هنا تأديب للمسلمين وللمسلمات في كل زمان وفي كل مكان، تأديب. هذا التأديب الإسلامي يتمثل في النهي عن أن يدخل الإنسان بيت غيره إلا بإيه؟ إلا بإذنه. الأمر الثاني في النهي عن أن يدخل الإنسان إلى طعام ليأكل دون إيه؟ دعوة توجه إليه. النهي الثالث أنه إذا أكل فعليه في هذه الحالة بعد الأكل أن يستأذن ليترك المجال لصاحب البيت لكي يقضي الحاجات التي يريدها. يبقى آداب إسلامية فيها الذوق الرفيع وفيها الأدب العالي وفيها السلوك القويم الذي يجعل المؤمنين والمؤمنات على هدي سليم وعلى خلق كريم وعلى سلوك حميد يثابون به من الله سبحانه وتعالى. انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك، ثم ذكر سبحانه بعض الآداب التي يجب عليهم أن يلتزموها مع نساء نبيهم صلى الله عليه وسلم. ده القسم الثاني من الآية. يبقى القسم الأول من الآية تحدث عن آداب الدخول البيوت وآداب إجابة الدعوة وآداب ما يتعلق بالطعام وآداب ما يفعله الإنسان بعد أن يأكل من طعام إيه؟ مضيف. القسم الثاني بيتحدث عن الآداب التي يجب أن يسلكها المسلم مع المسلمة. فقال سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أي المعنى وإذا طلبتم أيها المؤمنون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتمتع به، سواء أكان هذا الشيء حسيا كالطعام أو معنويا كمعرفة بعض الأحكام الشرعية. وإذا سألتموهن متاعا، أي حاجة تتعلق بالأمور الدنيوية، حاجة حسية، بعض الطعام مثلا، أو طلبتم إنكم تسألوهن عن حكم شرعي. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي إذا سألتموهن شيئا من ذلك فليكن سؤالكم لهن من وراء حجاب ساتر.
معنى حجاب يعني ايه؟ ستارة، شيء ساتر، ادي معنى الحجاب. من وراء حجاب ساتر بينكم وبينهن. لما؟ لما جاءت الجملة التعليلية؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء إيه؟ حجاب يعني ستار. طب لما؟ لما تأتي الجملة التعليلية؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، لأن سؤالكم إياهن بهذه الطريقة وهي بينكم وبينهم ستار وحاجب أطهر لقلوبكم وقلوبهن وأبعد عن الوقوع في الحواجس الشيطانية التي قد تتولد عن مشاهدتكم لهن ومشاهدتهن إيه لكم. هذا الكلام ينطبق على أمهات المؤمنين وينطبق على كل مسلم ومسلمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من الأدب الإسلامي، من الأدب الإسلامي أن يكون هناك عندما يكون هناك سؤال عن شيء معين، سؤال عن شيء عن حاجة ضرورية، أن يكون هناك أدب. وهذا الأدب يتمثل في إخلاص القلوب وطهارة النفوس، وأن يكون هناك حياء، حياء وساتر بين الرجل وبين المرأة. لأن سؤالكم إياهن بهذه الطريقة أطهر لقلوبكم وقلوبهن وأبعد عن الوقوع في الهواجس الشيطانية. لما؟ سيدنا عمر قال للرسول إيه؟ يا رسول الله إنه يدخل عليك البار والفاجر، فإن أمرت نساءك أن يحتجب، فنزلت آية إيه؟ الحجاب، وهي التي معنا. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ما معنى هذه الجملة؟ معنى هذه الجملة لا يصح لكم أيها المؤمنون ولا يستقيم لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي لون من ألوان الأذى، سواء أكان بدخول بيوته بغير إذنه، أدي واحد، لأن القرآن نهى عن ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، وهنا كذلك يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء. يبقى هذا الأمر الأول، سواء أكان بدخول بيوته بغير إذنه أم بحضوركم إليها انتظارا لنضج الطعام، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أم بجلوسكم بعد الأكل بدون مقتضٍ. الأمر الرابع، أم بغير ذلك من كل قول أو فعل يتأذى منه الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا يصح لكم بحال من الأحوال أن تتزوجوا بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده، يعني من بعد وفاته. لما؟ لما؟ أي من إن لما؟ لأن القرآن الكريم قال وأزواجه إيه؟ أمهاتكم عليه الصلاة والسلام. إن ذلكم أي إيذاءه ونكاح أزواجه من بعده كان عند الله تعالى ذنبا عظيما وإثما جسيما لا يقادر قدره،
ثم حذر الله تحذيرا عاما فقال: إن تبدوا شيئا، أي تظهروا شيئا أو تخفوه بأن تضمروه في قلوبكم، فإن الله كان بكل شيء عليما. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة: ما الذي أخذه العلماء والفقهاء من هذه الآية الكريمة؟ إيه الأحكام اللي احنا نأخذها من هذه الآية الكريمة بعد أن عرفنا معنى ألفاظها؟ إيه الأحكام التي نأخذها من هذه الآية؟ نقول: وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة التي تسمى بآية إيه يا أخوانا؟ بآية الحجاب. هذه الآية تسمى بآية الحجاب. قد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة جملة من الأحكام. الأول، الأدب الأول: وجوب الاستئذان عند دخول البيوت لتناول الطعام، ووجوب الخروج بعد تناوله إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو للبقاء. يصح ان اللي هو داعيني علشان اني انا ناكل طعامه يكون ايضا يريد ان يسالني عن اشياء او بيني وبينه معامله معينه، فهو يقول لي اجلس من اجل ان ايه ننهي هذه المعامله، او يريد ان يحدثني في امور ويريد اخذ رايي فيه. يبقى اذن الخروج ده مستحب الا إذا كانت هناك ضرورة تدعو للبقاء، كما أن من الواجب الحضور إلى الطعام في الوقت المناسب له وليس قبله انتظارا لنضجه وتقديمه. والآية واضحة وصريحة في ذلك: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. الأمر الثاني: إلا أن إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني منتظرين نضجه. بعد ذلك: ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، كما في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كذلك إذا ما انتهت الوليمة وانتهى الأكل عليك أن تذهب إلى عملك وتترك المكان لصاحبه. اثنين: الحكم الثاني الذي نأخذه من هذه الآية الكريمة: حرمة الاختلاط بين الرجال والنساء. حرمة الاختلاط بين الرجال والنساء، سواء أكان ذلك في الطعام أم في غيره، فقد أمر سبحانه المؤمنين إذا سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أن يسألوهن من وراء حجاب، وعلل ذلك بأن سؤالهن بهذه الطريقة من وراء حجاب يؤدي إلى أي شيء؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يؤدي إلى طهارة القلوب وعفة النفوس والبعد عن الريبة وخواطر السوء. وحكم نساء المؤمنين في ذلك كحكم أمهات المؤمنين، وحكم نساء المؤمنين في ذلك كحكم أمهات المؤمنين. لما؟ لقول الله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذه الجملة الكريمة علة عامة تدل على تعميم الحكم، إذ جميع الرجال والنساء في كل زمان ومكان في حاجة إلى ما هو أطهر للقلوب وأعف للنفوس. يبقى إذن هذه الآية الكريمة ليست خاصة بأمهات المؤمنين، وإنما هي عامة بالنسبة للمؤمنين وللمؤمنات في كل زمان وفي كل مكان. لكن هذا العموم معناه إيه؟ معناه أن حديث الرجل مع المرأة
يجب أن يكون حديثا في حدود ما أحله الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يكون حديثا قائما على العفاف، وقائما على الطهارة، وقائما على كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وثالثا، يجب أن يكون الحديث معه الحياء، ومعه الأدب، ومعه النية الكريمة، ومعه الطهارة القلبية والسلوك الحميد. ولذلك قال القرآن الكريم: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لأن الحديث بين الرجل والمرأة ما دام يقوم على الطهارة وعلى العفاف وعلى مقتضى أن أسألها عن أمر، أو هي تريد أن تسألني عن أمر، يجب أن يكون بالأدب وبالاحتشام وبالسلوك القويم وبالحياء الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. لأن الحياء من إيه يا أخوان؟ من الإيمان. الحياء من الإيمان. ذلكم، ولذلك قال بعض العلماء قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من العقلاء أن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة بهن إلى طهارة القلوب وقلوب الرجال. فالجملة الكريمة فيها الدليل الواضح على وجوب انتشار الفضيلة بين المؤمنين وبين المؤمنات. كذلك أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز للرجل الأجنبي، لا يجوز للرجل الأجنبي أن يفعل شيئا مع المرأة الأجنبية عنه، هذا الشيء يكون يتنافى مع مكارم الأخلاق ومع العفاف ومع الطهارة، لقول الله سبحانه وتعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. رابعا، تكريم الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإلزام المؤمنين بالعمل على كل ما يرضيه ولا يؤذيه، وبعدم نكاح أزواجه من بعده أبدا. وقد سار المؤمنون وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ساروا على هذا الأدب السامي، فاحترموا أمهات المؤمنين وساروا في طريق الفضائل وساروا على هدي القرآن الكريم، فكانت هناك الآداب السامية بين الرجال وبين النساء، كما في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وجمهور العلماء على أن ما ظهر منها الوجه وإيه واليدي، إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية الكريمة. فنجد أن شريعة الإسلام شريعة تقوم على المساواة بين الرجال وبين النساء في وجوب التحلي بمكارم الأخلاق، المساواة في أصل الخلقة، المساواة في طلب العلم، المساواة في التكاليف الشرعية، المساواة في الثواب وفي العقاب، المساواة في الكرامة الإنسانية. وعندما تسود هذه الفضائل تحيا الأمة ويعني يزيدها الله سبحانه وتعالى من الخير، لأنه عز وجل
هو القائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. العبادة السليمة التي معها الطهارة ومعها الإخلاص: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا ما أخلصنا جميعا رجالا ونساء العبادة لله عز وجل، الله تعالى هو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.